تحتوي الجنيه. بشرت مصالح امن ولايه خنشله حملاتها التحسيسيه والتوعويه وذلك على مستوى مدينه خنشله من خلال مشاركه السلطات المحليه التي قامت امسيه اليوم بعمليه تطهير وتعقيم شوارع واحياء مدينه خنشله. تحسيس المواطن بان هذا يوجد درجه من الاهميه ودرجه من الخطوره تنتج عن هذا المرض. 50% من هذا كما يشير لها يعني المنادي عبر هذا الوسائل على المكبرات ان 50% من الحمل و 50% من تجنب انتشار هذا الوباء هي بيد المواطن، لازم المواطن يكون بدرجه اعلى من الوعي. طبقا لتعليمات السيد ولي ولايه خنشله ارتأت مديريه الحمايه المدنيه لتسخير 6 شاحنات سي سي اف ال لاجل التعقيم والتطهير في جائحه كورونا والقضاء على هذا الفيروس مع مصالح الغابات ومصالح المؤسسه الاستشفائيه ومصلحه اونا، وسخرت مديريه الحمايه المدنيه اكثر من 16 عون و3 ضباط وذلك برفقه قائد الوحده الرئيسيه للحمايه المدنيه.